اليوم تم استقبال وفد مهم من دولة تشيلي بأمريكا اللاتينية، وفد لكي يضم مجموعة من السفراء السابقين، لكي يضم أيضا سياسيين، واللي كان ضمنهم رئيس البرلمان السابق للدولة تشيلية. هذا اللقاء بطبيعة الحال يأتي في إطار الزيارات اللي كان دعو لها مجموعة من الدول ومجموعة من الوفود باش يجوا الأقاليم الجنوبية ولا سيما جهة الداخلة والذهب، من أجل الاكتشاف وإبراز التنمية اللي كتشهدها هذه الأقاليم، وإبراز وتكذيب الأطروحات الواهية ديال أعداء الوطن. والفرصة كانت أيضا حقيقية لمناقشة مجموعة من الأمور اللي مستقبلية اللي غادي يشتغلوا عليها الدولتين، ومن خلالها إمكانية خلق شراكات واتفاقيات بين الدبلوماسية ديال المدن، إطار دبلوماسية المدن، مثل اتفاقية توأمة بين مدن في دولة تشيلي ومدينة الداخلة. طبيعة الحال هما بعد 4 أيام من تواجدهم بمدينة الداخلة لاحظوا ووقفوا عند مدى التنمية اللي كتشهدها إقليم وادي الذهب بشكل عام ومدينة الداخلة بشكل خاص، ولا سيما وقفوا على المشاريع المهيكلة والاستراتيجية اللي أعطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الكونترا بروغرام ديال 2016، ومن بينها المشروع المهيكل ديال الميناء الأطلسي. وهم بطبيعة الحال اعترفوا في الأخير بأنهم غادي يكونوا أحسن سفراء للصحراء المغربية في دولة تشيلي، وغيكونوا إن شاء الله يشكلوا واحد القوة دائمة للطرح المغربي في القضية العادلة، قضية المشروع ديال الصحراء المغربية، وبأنهم إن شاء الله غادي يكونوا أحسن سفراء لجلب المستثمرين من دولة تشيلي، باعتبار بأنها أرض جهة الداخلة وادي الذهب أرض خصبة للاستثمار في ظل هذه المشاريع الملكية الكبيرة اللي كتعرفها المنطقة، وفي ظل أيضا في خضم التموقع الاستراتيجي ديال جهة الداخلة وادي الذهب على أساس أنها بوابة لإفريقيا، وهما فجميع المستثمرين عندهم على في دولة تشيلي كيلوذوا التمركز في هذا النطاق. كان عندنا شرف استقبال وفد مهم من جمهورية تشيلي لجهة الداخلة وادي الذهب، من ضمن هذا الوفد رئيس برلمان تشيلي ووزير الفلاحة ورئيسة المجتمع منظمة المستثمرين تشيلي ورئيس جامعة تشيلي في بوغوطا. الوفد جهة الداخلة وادي الذهب من أجل التعرف على المؤهلات الاقتصادية والتطور التطور اللي جهة الداخلة وادي الذهب، ومن أجل فتح أفق أمام المستثمرين تشيل باش يجوا يستثمروا في جهة الداخلة وادي الذهب كبوابة لإفريقيا. وشكرا.